أكثر من 10 سنوات قضاها جاسم محمد بالأجر اليومي، وبعدها بصفة عقد وزاري في جامعة القرمة الواقعة شمال البصرة. جاسم يتقاضى راتبا قدره 300,000 دينار عراقي شهريا، بينما يحتاج يوميا ل5,000 للوصول لعمله، وعدم قدرته على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة. خلي طن حكاية وحدة حتى نقف على رأي زين، شرفك 10,000 وين توديها انت؟ وين توديها؟ لجهالك، للمدارس، للكراوي، للأكل. زين واحد يجيك يقول لك انا يوميتي 5,000 قاضي كراوي، والقران انا 5,000 يومية، وش حكي؟ اظل 5,000، ويجيك المدير وقال لك اليوم انت ما مشتغل، انت غايب، وانت بثنا شغل ويغيبك، وش حكي؟ ابو استحجاج قال لك عندك قلم وورقه. ماكو غير هذا الحكي، قضيت القلم وقضيت الورقه، لو ابطلك لو غيبك. زين بشرفك هسه طرقاعه. ومع تشكيل الحكومة الجديدة زادت المطالبات بالاهتمام بشريحة العقود التي انتظرت لسنوات من أجل التثبيت على الملاك الدائم. الموظفون العقود تأملوا خيرا بعد وصول كتاب التثبيت لمراحل متقدمة، لكنه سرعان ما عاد لنقطة الصفر لأسباب غير معروفة. والمالية ذبع الوزارة ما تعرف الصحيح وين، ما نعرف والله ما نعرف، يعني بغينا مبهذلين، يعني جاي احس نفسي انا مو عراقي والله العظيم. ذا ايش دولتي جاي تسوي بي؟ يعني من تطوشك يا دوله؟ من يسمعك؟ من ينفذ امرك؟ ماكو لحد الان. يعني احنا تاملنا خير ووصل الكتاب يعني مرحله متقدمه بوزاره الماليه، وبالاخير نطلع احنا صفر كل شيء ماكو. عندنا عوائل وعندنا مثل ما اقول ناس يعني والله فقره. ويأمل العقود في مختلف الجامعات العراقية من الحكومة الجديدة بإنصافهم من خلال تثبيتهم على الملاك الدائم بعد سنوات من العمل الجاد. من البصرة، يونس الرباعي، التغيير.